كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان خلال زياره ميدانيه قام بها الى مشروع شرق الحد الاسكاني عن استعدادات الوزاره حاليا لطرح المناقصات الخاصه ببناء 695 وحده سكنيه و1221 شقه تمليك بمشروع مدينه شرق الحد الاسكانيه وذلك في اطار سعي الوزاره الى توالي طرح حزم المشاريع الاسكانيه في هذه المدينه الجديده والتي تقام على مساحه 201 141 هكتار زيارة تفقدية قام بها سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إلى مدينة شرق الحد للإطلاع على التقدم الكبير في نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية للمدينة التي تشهد حاليا تنفيذ 1392 وحدة سكنية قيد الإنشاء يتم تنفيذها على أربع حزم طبعا نسب الانجاز بالنسبه للاعمال الانشائيه واعمال البنى التحتيه في مدينه شرق الحد الحمد لله تشهد تطور ملحوظ. طبعا تتراوح نسب الانجاز بالنسبه للاعمال الانشائيه بناء الوحدات السكنيه ما بين 5% الى 95%، هناك طبعا اربع حزم لتنفيذ الوحدات السكنيه في الوقت الحاضر ونامل ان شاء الله ان يتم طرح حزمتين الحزمه الخامسه في تقريبا 700 وحده سكنيه بيت وما يزيد عن 1200 شقه خلال هذا العام ليصبح العدد الاجمالي للوحدات السكنيه قيد الانشاء في مدينه شرق الحد يتجاوز ال 2100 وحده سكنيه. وزير الاسكان تطرق خلال جولته الى اعمال البنيه التحتيه في المشروع. وأشار إلى أن نسب الإنجاز في أعمال المرحلة الأولى من شبكة البنية التحتية بالمدينة قد بلغت 10% وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة قبل نهاية العام الحالي أعمال البنية التحتية لله الحمد أيضا تسير بشكل جدا طيب هناك مقاول موجود الآن في مدينة شرق الحد يعمل على تنفيذ أكثر من 80% من البنية التحتية لمدينة شرق الحد مؤمن إن شاء الله أن ينتهي من المراحل الأولى اللي تسمح لنا أو تتيح لوزارة الاسكان بالتسليم التدريجي أو التشغيل التدريجي لمدينة شرق الحد في تقريبا الربع الاخير من هذا العام بمشيئة الله تعالى وحول تمويل تنفيذ المشاريع الاسكانيه في مدينه شرق الحد، اشار الوزير الى ان تمويل المشاريع الاسكانيه واعمال البنيه التحتيه يتم من خلال مساهمه الصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه العربيه في برنامج التنميه الخليجي، مشيرا الى ان حجم الميزانيه المخصصه لتنفيذ مراحل المدينه المختلفه تبلغ 241 مليون دينار بحريني. بالطبع مدينه شرق الحد كمثيلات من مدن البحرين الجديدة تعتبر الرافد الأساسي لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة وزير الإسكان أوضح كذلك أن انطلاقة الفعلية لمشروع مدينة شرق الحد قد بدأت في منتصف عام 2013 عندما تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بوضع حجر الأساس للمشروع لتبدأ الوزارة منذ ذلك الوقت في طرح مراحل المشروع المختلفة للتنفيذ يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين